خليني أبدأ مع حضراتكم إن مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة كرم فريق سيدات الطائرة. زي ما حضراتكم عارفين بتتواصل التكريمات بعد ما شفنا امبارح تكريم فريق كرة اليد رجال وسيدات. النهاردة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب كان حريص على تكريم لاعبات الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات وجهازهن الفني والإداري والطبي، تقديرا لما حققه الفريق خلال الموسم المنقضي. الفوز ببطولة منطقة القاهرة، كأس السوبر المصري، كأس مصر، ودوري السوبر، دي كانت البطولات اللي خدها هذا الفريق. عموما خلونا نطلع نشوف كلمة كابتن محمود الخطيب في تكريم فريق سيدات الكرة الطائرة. بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب. في البداية بس احنا طبعا سعداء جدا بيكم وفخورين بيكم كمان. انتم والجهاز بتاعكم كله. عندنا مجموعة من اللاعبين واللاعبات، وعندنا افراد من الجهاز، كل الجهاز كلهم كفاءات كبيرة. موسم كويس الحمد لله، ولكن الموسم فيه حاجة ناقصة. عايز اذكر في الموسم ده حاجتين. المباراه المجمعه كابتن ابراهيم اللي هي كانت كسبنا احنا اول مباراه وخسرنا ثاني مباراه. ومية الحقيقه انا طلبت كابتن ابراهيم، كنت حابب جدا ان انا اجي اشوفكم، لان اللي شفته اول مباراه كان موضوع يعني النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي، الروح اللي بيلعب بيها النادي الاهلي. ده اللي انا شفته في المباراه الاولى. المباراه الثانيه حاجه مغايره تماما بقى. ناس مش مركزه، ناس عندها ثقه زياده، وعشان كده راحت من المباراه. بجيم امور فنيه اخرى كانت بريد كان حكاها لي يعني. المباراه الثالثه رجعنا لشخصيه النادي الاهلي. الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمكم بالبطوله الحمد لله. كاس مصر طبعا الحمد لله، الدوري العام الحمد لله، كاس بطولة كبيرة تانية، بطولة أفريقية في ملعبنا. أنا ما حضرتش الماتش، ولكن برضو اتفرجت على المباراة. بس ليه إحنا في لحظات معينة بيغيب عننا التركيز وبيغيب عننا الجدية في الأداء، وفي النتيجة النهائية ما كانتش صحيحة. فهنا ده يجب إن أنتوا ناس أفضل مجموعة موجودة في الكرة الطائرة في مصر مع أفضل جهاز موجود. ليه ما ناخدش كل حاجة؟ ما ناخدش كل حاجة، لازم احنا نراجع نفسينا على أساس دايما عاوزين تعملوا تاريخ ليكم وتاريخ لناديكم. خلي الأمور كلها في منتهى الجدية، طالما نزلت أرض الملعب لازم تبقى جد جدا ومركز جدا وعندك إصرار جدا. لازم هو ده عناصر الروح العالية وعناصر الفريق البطل. فريق بطل ليه عناصر شخصياتكم، لكن خلاص الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. ولكن مش ما يتكررش بنفس الاسلوب. الرياضه فيها مكسب وخسار، ممكن نكسب ممكن نخسر، بس على الاقل الواحد لما كنت طالع من الملعب انا راضي عن ادائي وحاسس ان عملت كل حاجه وكنت مركز جدا، كنت عايش المباراه جدا. عدم التوفيق ده موجود، لكن دايما ربنا سبحانه وتعالى بيوفق المخلص وبيوفق الانسان او اي عمل، بيوفق الانسان اللي هو يعني شايف شغله كويس، عايشه كل حياته بتدور حوالين الشغلانه دي. انتوا لاعبين دلوقتي، دي احسن مرحله في حياتكم. احنا كنا لعيبه زيكم. احسن حاجه في الرياضه انك تلعبها. احسن حاجه في الرياضه دي انك تلعبها في كل الالعاب. انك تشتغلها بقى مدرب اداري رئيس نادي عضو مجلس اداره بمنتهى الصعوبه. موضوع وما فيهاش متعه. المتعه وانت دلوقتي تملك ده، تملك الوقت وتملك السن اللي تخليك تتمتع بحياتك بموهبه ربنا اداها لك. فما تضيعوش الوقت ده يا شباب. ما تضيعهاش، عشان ده بقول لكم هتفتكروه. انتوا كل بطوله بتضاف لكم هنا، بتضاف للنادي، بتضاف لتاريخكم. ده مهم جدا يا شباب،
بشكركم جدا، معلش عطلناكم النهارده شويه، بس كنا حابين نشوفكم يعني. شكرا يا سيدي.